بسم بسم الله الرحمن الله الرحيم، الرحمن اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على الأمين المؤتمن موسى بن جعفر البر الوفي الطاهر الزكي النور المبين المشتغل المحتسب الصابر على الأذى فيك. اللهم وكما بلغ عن آبائك ما استودع من أمرك ونهيك وحمل على المحجة وكابد أهل العزة والشدة فيما كان يلقى من جهال. ربي فصل علي أفضل وأكمل ما صليت على أحد ممن أطاعك ونصح لعبادك، إنك غفور رحيم.